فوجئنا بيه موجود في غرفة العمليات في وسط الشاشات وبيتابع. ده كان في إطار متابعة سيادته للحركة المرورية عموما والأزمة المرور في مصر بوجه خاص. سيادته بيوليها اهتمام جامد جدا، وده بان والترجم في إعطائنا دفعات معنوية ومادية بالنسبة للي احنا طلبناه من سيادته أثناء الاجتماع اللي عقد. وطبعا في إطار المتابعة سيادته توجه لغرفة العمليات برضو وتابع وشاف الحركة المرورية على الطبيعة لحظة بلحظة، فوجه سيادته بفتح الميدان فورا لحركة المرور وجعل الأمور طبيعية في الميدان. طبعا على الفور احنا نفذنا التعليمات، وطبعا في إطار التنسيق مع اخواتنا وزملائنا في القوات المسلحة اللي هي الخدمات الأمنية اللي موجودة هناك وخدمات الأمن المركزي وخدمات مديرية أمن القاهرة، تم التنسيق مع الخدمات الموجودة.